عجبوني وليدات اسفي، تحياتي لوليدات اسفي. انا بالنسبه للحضور ديالي كان لي شرف باش نحضر في هذه الدوره 18 ومعايا فنانين اللي هما شيوخ دول العيطه. كنشكر الناس المسؤولين على الدعوه، وكنشكر الصحافه اللي حاضرين معنا هنا. وكنشوفوا الهستيريا ديال الجمهور اسفي ملي كيسمع كلمه محفوظ، شنو السر في هذا الشيء؟ تواضع مع الناس، كاين شويه كيعرفوا الاغاني ديالي كتوصلهم دغيا، هذا هو اللي كاين اخويا، ما كاين حتى شي حاجه. كنشوفوا بزاف الاعمال من الكلمات ديالك وتلحين، علاش ما كنشوفوش اعمال ديالك انتيا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ غير باقي الامور ماشي على ما يرام، غادي يكون على ما يرام ونكون ان شاء الله يكون. واش عندك شي مشكل مع مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا شويه ماشي مشكل، ولكن خير الاعمال ان شاء الله، باقي الخير قدامي ان شاء الله. ما نقدرش نقول لك بان انا الانسان اللي عمل شي عمل راه الله يعاونه، الله يسلمك. كنتمنوا له ان شاء الله مسار جميل، وكنتمنوا له ان شاء الله السعاده، والناس ديولها يكونوا بالازدهار ان شاء الله. وتحيه لجريده اشواقع، ناس زوينين الله يعمرها.